وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. لو كان هذا المدعو عظيما في القدر، لو كان نبيا أو وليا، لا يدعى مع الله، لأن الدعاء حق لله جل وعلا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث معاذ قال: أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا. فمن أشرك بالله ودعا غير الله جل وعلا فقد صرف العبادة لغير الله، وهذا كفر بالله مخرج عن الإسلام. قال تعالى: ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. فسمى الله من دعا غيره كافرا، وسمى الله دعاء غير الله شرك. الله بيّن لك إنه الكلام ده شرك، عشان كده ما تنادي غير الله، نادي الله براو. قال تعالى: ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير. وهو اللفافة على نواة التمر. أي إنسان دعو مع الله، الله قال لك ما عنده شيء، ولو كان الشيء ده قدر اللفافة في نواة التمر، ما عنده. في زول من هذه الزول ما عنده حاجة، الله قال لك أي زول، أي أحد يدعى مع الله ما يملك شيء. ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير، إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم، ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. فسمى الله دعاء غيره شركا. لذلك ما تدعو أحد مع الله جل وعلا، لأن هذا مخالف للقصد الذي خلق الله من أجله العباد. وبيّن الله هذا التوحيد في القرآن بيانا واضحا. وكثير من الناس اللي بيرتكبوا الشرك ده بيقول لك: يا أخي ده اللي بيعلموا ناس القرآن، وهم يخالفون هذا القرآن. انت لو بتعلم الناس القرآن ما مر عليك قول الله جل وعلا: له دعوة الحق والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. الله ضرب لك مثل عشان تعرف إنه العبادة دي ليه. قال لك: له دعوة الحق، أي له التوحيد والعبادة خالصة، والذين يدعون من دونه. أي إنسان دعي مع الله قال لا يستجيبون لهم بشيء، ما بيستجيب لك إلا كباسط كفيه إلى الماء، زي إنسان بسط كفيه إلى بئر ليصل الماء إلى فيه من غير أن يتخذ سبب. أنت مشيت لك لبئر دار تشرب موية، بتنادي الموية تدعوها ولا بتجيب لك حاجة تشيل بها؟ لا بد تجيب لك شيء تشيل بها الموية. الله ضرب لك مثل للمشرك اللي بيدعو غير الله من الأموات وأصحاب القبور وأصحاب الأضرحة اللي بيدعوهم الناس الليلة. قال لك ده زي الإنسان ده، يعني إنسان ما عنده عقل، لأنه ده أصلا الموية ما بيجيك إلا تعمل، إلا تعمل بسبب عشان تجيك الموية. فلا يستجيبون لهم بشيء وهم في أشد الضعف. كل من دعي مع الله ضعيف لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا. لو الله سبحانه وتعالى أرادوا بسوء ما يصرف السوء عن نفسه. بتجد كثير من الناس اللي بيقول لك: يا أخي ديل لهم التصرف في الكون ولهم القدرة، وده القلب اللي بيتولد، وده العمل، وديل الفراس للكون، حراس يمرض يمشي برا السودان ويطلب العلاج عند الأطباء،
والمساكين يجوا ويديهم البخرات والمحايات. وده الله كلام الله في القرآن. الله قال لك الناس ديل ما عندهم شيء، لكن الناس ديل ما يريدون كلام الله. قال تعالى: وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير. إذا الضر بيد الله والنفع بيد الله تتوجه لله سبحانه وتعالى. وقال تعالى: قل من رب السماوات والأرض؟ قل الله. قل أفاتخذتم من دونه أولياء لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا قل هل يستوي الأعمى والبصير أم هل تستوي الظلمات والنور أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم قل الله خالق كل شيء وهو الواحد قل الله خالق كل شيء فهؤلاء جعلوا لله أندادا من البشر من لا يملك لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا نفسه ما يقدر ينفعه ولا يدفع عنه ضر بل أخبر الله عن نبيه صلى الله عليه وسلم أنه لا يملك كشف الضر عن غيره بل هو ضعيف وهو من البشر وهو رسول كريم لكنه لا يملك قدرة الله جل وعلا في كشف الضر. قال تعالى: قل لا أملك لكم ضرا ولا رشدا قل إني لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدا. فالنبي لا يكشف الضر عن الناس، لذلك أمر صلى الله عليه وسلم كما أخبر ابن عباس قال: إذا سألت فاسأل الله. الجماعة ديل يقول لك في كربك عنده بتقيسك جنده، والنبي يقول لك إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله. فهؤلاء لا يملكون لك شيء كما بيّن الله جل وعلا: قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون. إذا أراد الله الناس برحمة، الله أراد لك رحمة، ما في أحد زول ساكت قال في نفسه حسد وفي نفسه شر داير الخير ده ما يجيك. الله قال لك لو أرادوا لك ما في أحد أبدا يستطيع أن يصرف عنك هذا الخير. لذلك تتمسك بالله جل وعلا. وبين الله هذا الأمر. وعند الناس اليوم مفاهيم خاطئة لشهادة أن لا إله إلا الله التي يدخل بها المسلم الإسلام. الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله. ما معنى هذه الشهادة؟ كثير من الناس يقول لك لا، شهادة أن لا إله إلا الله لا معبود، يقول لك لا خالق إلا الله. وهذا الفهم خاطئ، لأن لا إله إلا الله معناها لا معبود بحق إلا الله. لأن المشركين الذين جاء فيهم النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يقرون بهذا الأمر، كما قال تعالى: ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. عارفين الخالق الله، وعارفين أنه الرازق الله، والذي يتصرف في الكون هو الله، ولكنهم كانوا يدعون غير الله من الأولياء والصالحين. والكلام ده ما قلنا نحن يا جماعة، الكلام ده قالوا الصحابة، زي ما قال ابن عباس في صحيح البخاري، قال في قوله تعالى: وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا، قال: هذه أسماء خمس رجال صالحين من قوم نوح، لما ماتوا عكف الناس على قبورهم، ثم أوحى إليهم الشيطان أن أنصبوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون عليها أنصابا وسموها بأسمائهم. فلما طال عليهم الأمد عبدوهم مع الله جل وعلا. فهذه الأصنام أصلا صور لناس صالحين كانوا بيجعلوهم واسطة بينهم وبين الله،
وهذا الكلام ضلال، والله ما أمر بذلك، وشرك كما بيّن الله سبحانه وتعالى. قال: ألا لله الدين الخالص والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار. ديل قالوا نحن ما جعلنا الأولياء ديل إلا واسطة إلا ليقربونا إلى الله زلفى، دايرين الله سبحانه وتعالى. ولكن بيّن الله أن هذا شرك وأن هذا كذب، لأنه الله ما قال لك أجعل بينك وبينه واسطة، زي ما الله قال كده في القرآن، قال: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، ما قال لك أعمل بينك وبينه واسطة. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، ودي ما بيكون لك بها القربة، زي ما بيّن الله سبحانه وتعالى إنه القربة تكون بالطاعات والتقرب إلى الله بما شرع. واسجد واقترب، فيكون الاقتراب إلى الله سبحانه وتعالى بالعبادات والأعمال الصالحة التي شرعها الله سبحانه وتعالى. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أقرب ما يكون العبد إلى ربه وهو ساجد. ولكن هؤلاء يأتون بالشرك بالله جل وعلا وما لم يشرعه الله، فهذا من الضلال، وهذا ليس بمعنى لا إله إلا الله، كما أخبر الله جل وعلا عن المشركين: قل من يرزقكم من السماء والأرض أمن يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله. الرازق والمتصرف في الكون يقول لك الله. وكما قال تعالى: قل لمن الأرض ومن فيها، قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل أفلا تذكرون. قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم سيقولون لله قل أفلا تتقون. قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل فأنى تسحرون. عارفين إنه الله سبحانه وتعالى المالك لهذا الكون والمتصرف فيه إحياء وإماتة وعزا وزلا في عمومهم، ولكنهم كانوا يدعون غير الله، كما بيّن الله في قوله: أفرأيتم اللات والعزى. قال ابن عباس: اللات كان رجل يلت السويق للحاج، بيعمل للحجاج الأكل، ثم لما مات عبد مع الله جل وعلا، وهذا من الباطل ومما لا ينفع في الدنيا وفي الآخرة، كما بيّن الله جل وعلا عن حال أهل الشرك يوم القيامة. قال: ولو ترى إذ الظالمون موقوفون عند ربهم يرجع بعضهم إلى بعض القول يقول الذين استضعفوا للذين استكبروا لولا أنتم لكنا مؤمنين. الدراويش والأتباع يوم القيامة بيندموا أشد الندم إنهم اتبعوا هؤلاء الضلال الذين اتبعوهم من غير هدى من الله جل وعلا، لولا أنتم لكنا مؤمنين. قال الذين استكبروا للذين استضعفوا: أنحن صددناكم عن الهدى بعد إذ جاءكم بل كنتم مجرمين. وقال الذين استضعفوا للذين استكبروا: بل مكر الليل والنهار إذ تأمروننا أن نكفر بالله ونجعل له أندادا وأسروا الندامة لما رأوا العذاب وجعلنا الأغلال في أعناق الذين كفروا هل يجزون إلا ما كانوا يعملون. بل مكر الليل والنهار إذ تأمروننا أن نكفر بالله. وده الحاصل الليلة، ناس يأمر الناس بالكفر بالله، زول تقول له أدعو الله لخلقك ورزقك يقول لك لا لا الشيخ قال ما فيها حاجة، وتناديه والشيخ ده أنا ناديته ونفعني، والشيخ ده الكان عليه الآباء نحن ما بنخلي دريب أبواتنا، كله من الضلال. ويندم صاحبه أشد الندم يوم القيامة، كما قال الله تعالى: وبرزت الجحيم للغاوين وقيل لهم
أينما كنتم تعبدون من دون الله. ما ده اللي بيقول لك بيجونا وبينفعونا يوم القيامة وبيكشفوا عننا ضر. وقيل لهم أينما كنتم تعبدون من دون الله هل ينصرونكم أو ينتصرون؟ فكبكبوا فيها هم والغاوون وجنود إبليس أجمعون. قالوا وهم فيها يختصمون. تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. تسوي بشر زيك بالله سبحانه وتعالى. إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم. ده بشر زيك تدعو مع الله سبحانه وتعالى. زول بيموت زول مخلوق تساوي مع الله. يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له. إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له. الضباب ما يخلقوا. قال لك الله تناديوا تدعو مع الله سبحانه وتعالى. إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له. وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه. ضعف الطالب والمطلوب. ما قدر الله حق قدره. إن الله لقوي عزيز. يخلوا القوي العزيز الذي له التصرف والقهر ويمشي للأموات والأضرحة والقباب. وكان ولذلك هذا أعظم الظلم ولا يغفره الله. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ألا أنبئكم بأكبر الكبائر ألا أنبئكم بأكبر الكبائر ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال الإشراك بالله. لأنك بتجعل الضعيف الذي يموت والذي هو مخلوق تساويه مع الله جل وعلا. والله جل وعلا يبين أن له العبادة لأنه المستحق لذلك. لأن له صفات الكمال كما قال في آيات كثيرة قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى الله خير أما يشركون. أخير الله يا جماعة ولا خير الناس الميتين ديل بهنا وبهنا ديل؟ أخير الله ولا ديل؟ الله خير أما يشركون. أمن خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها أإله مع الله بل هم قوم يعدلون. أمن جعل الأرض قرارا وجعل خلالها أنهارا وجعل لها رواسي وجعل بين البحرين حاجزا أإله مع الله بل أكثرهم لا يعلمون. أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون. أما يهديكم في ظلمات البر والبحر ومن يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته أإله مع الله تعالى الله عما يشركون. أما يبدأ الخلق ثم يعيده ومن يرزقكم من السماء والأرض أإله مع الله قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. في زول من أهل الضلال ديل الليل الآن يجيب لنا دليل إنه ندعو غير الله. قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. كشف الله أمرهم أهل الشرك والضلال في كتابه كما بيّن. قال إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم. يا هساك الشغل بتاع حكاوي الشيخ طار وركه وطلع كراعه وطلع شنبه والشيخ ذا نجانه ها واسماء ساكت ها اسان. احنا على قال لك ان ننادي بالنادي ديل بالنادي الصحابه والنبي كان ده حق لكن ده باطل وشرك بالله سبحانه وتعالى. ان هي الا اسماء سميتموها انتم واباؤكم ما انزل الله بها من سلطان يتبعون الا الظن وما تهوى الانفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى. التوحيد واضح في كتاب الله. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. الذي جعل لكم الأرض
الذي جعل لكم الذي جعل لكم الأرض الذي جعل لكم الأرض قرارا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. وجاءت أخبار الرسل والمصلحين في كتاب الله يدعون الناس إلى هذا التوحيد. قال تعالى: واتل عليهم نبأ إبراهيم إذ قال لأبيه وقومه ما تعبدون قالوا نعبد أصناما فنظل لها عاكفين قال هل يسمعونكم إذ تدعون أو ينفعونكم أو يضرون قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون. وده نفس الشبهات اللي بيجيبوها عليك الليلة، يقول لك ده درب أبواتنا. قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون قال أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون فإنهم عدو لي إلا رب العالمين. ولذلك نحن نعادي أهل الشرك والذين يدعون غير الله، الذين يطوفون بالقبور، الذين ينذرون للقبور، الذين يذبحون للقبور من دون الله، ونعاديهم ونبغضهم ونجانبهم ونبين للناس ضلالهم فإنهم عدو لي إلا رب العالمين. وده خلاف لناس الليلة بقول لك نحن من أهل السنة يمشي يكرموا أهل الشرك ويماشوهم أين أنتم من دعوة الرسل ومن العداء لأهل الشرك فإنهم عدو لي إلا رب العالمين. إبراهيم جاب الأدلة على التوحيد ما ساكت، قال الذي خلقني فهو يهدين، الذي خلق والذي بيده الهداية والتصرف في هذا الكون يكون له العبادة. كما قال تعالى: قل هل من شركائكم من يهدي إلى الحق قل الله يهدي إلى الحق أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أمن لا يهدي إلا أن يهدى فما لكم كيف تحكمون. الذي خلقني فهو يهدين والذي هو يطعمني ويسقين. تتأكل في رزق الله وتشكر الشيخ، تأكل الله يديك مال وتقول والله يا أخي مما بارينا الشيخ ده الشيخ ده جاب لنا الأموال وعمل لنا وهذا رزق الله جل وعلا يا مجرم. والله جل وعلا يبين أنه الرازق جل وعلا وحده لا شريك له. لذلك ينبغي أن تكون العبادة له. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. بعد ما الله نزل لهم المطر وخلق لهم السماوات والأرض وسخر لهم البحر وسخر لهم الفلك ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. واحد مما جيب له سيرة أبوك الشيخ يكون مبسوط جدا ومما تقول له الله براه يزعل. كما أخبر الله سبحانه وتعالى: وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون. وكما قال تعالى: وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده ولوا على أدبارهم نفورا. لذلك جعل الله مصيرهم الخلود في النار. شفت بتنادي غير الله ما تدخل الجنة زي ما الله سبحانه وتعالى بيّن. قال تعالى: إن الذين كفروا ينادون لمقت الله أكبر من مقتكم أنفسكم إذ تدعون إلى الإيمان فتكفرون. قالوا ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا فهل إلى خروج من سبيل. ذلكم بأنه إذا دعي الله وحده كفرتم. تقول لي يا زول نادي الله براو، يقول لك يا أخي توهابية، يقول لنا تقول لنا نادي الله براو، يقول لك أنت خامسية. إحنا لا وهابية ولا خامسية، إحنا متبعين للكتاب والسنة. والله قال لك توجه بهذه العبادة لله جل وعلا. ف
فكل هذا من الشرك بالله والضلال الذي لا يغفره الله سبحانه وتعالى. فالأمر ده يا أخوان والله أمر خطير جدا. الأبوات والأهل إذا كانوا على طريق مستقيم ما في مانع، لكن إذا كانوا يسألون الأموات مع الله سبحانه وتعالى ويذبحون لهم وينذرون لهم ويحلفون بهم وغيرها من الشركيات فلا يتبعون على ذلك، ويتبع سنة النبي صلى الله عليه وسلم لأن بها النجاة من العذاب هذا. والله أعلم وأحكم، صلى الله وسلم أحمد. أقدم الشيخ محدين. من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا.